فخدنا نموذج وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد، قلنا أما نشوف الساعة 7 صباحا حينما ذهب إلى مكتبه. الفصل ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو متطلبات المرحلة الحالية، لأن سرعة الإنجاز اللي مطلوبة في كل اتجاه والتطوير اللي مطلوب في كل اتجاه وحجم الأهداف وحجم المشاكل اللي موجودة كان لازم له هذا الفصل لتحقيق الأهداف اللي مطلوبة في زمن يا رب إن شاء الله بإذن الله نشوف التحقيقات دهيت والأهداف دهيت يعني جالية إن شاء الله في فترة قصيرة. أول حاجة حقيقة في دماغ الواحد إن ثقافة البحث العلمي تبقى واضحة قدام إنسان البسيط في مصر لما نشوف حل المشاكل بتاعته بتتحل بعلماء مصريين وإلقاء الضوء على العلماء دول. دي حاجة مهمة جدا، ودي مش هتيجي إلا بإنجازات سريعة نقدر نقول عليها في المدى القصير. ده ما يغنيش عن يعني عن اي تخطيط استراتيجي في المدى البعيد ان شاء الله، ولكن المهم جدا ان الناس تعرف ان في علماء مصريين بيفكروا في مشاكل بلدهم وبيحلوها بنفسهم باستخدام احدث الامكانيات اللي موجوده في العالم. بالنسبه يعني للتوجيه سياده الرئيس ببدء العمل بالنسبه للوزراء صباح باكر الساعة 7 الصبح، هي حقيقة رسالة بتحمل كذا نقطة، يعني رسالة قوية جدا اللي هي يعني بادية بحقيقة أنا شخصيا حقيقة يعني لما سمعتها يعني أنا بصراحة أنا اتفاجئت من الرسالة إنها رحمة بالمعتمين، يعني دي كانت مستني أنا شخصيا، لأن يعني عشان ننزل في هذا الوقت بالعدد بتاعنا المكاتبنا عشان نشوف الشغل بتاعنا يعني فعلا ممكن طرق كتير قوي تتعطل. احنا مش عايزين نضايق الشعب، احنا عايزين نخلي الشعب ينتج اكتر. دي بتسبب شعور نفسي سلبي بصراحة، الواحد في حل عنه، لان احنا عايزين ننتج وعايزين البلد تتقدم وعايزين كل واحد في البلد ان هو يشتغل. من ضمن توجيهات خلال الاجتماع ده هوت مع سيادة رئيس الجمهورية ان يعني لازم كل وزير ان هو يقوم بسرعة انجاز عشان نوري الناس احنا دلوقتي في طاقة ايجابية كبيرة الحمد لله ان شاء الله. الشعب يعني حدد اختياره، وفي اللحظات ده هيت بيكون في رغبة جماعية في الانتاج، ان احنا لو ركزنا على حاجة زي ده هيت وورينا للناس ان الحكومة مع الشعب في الإنجاز السريع والنتائج تبان على الأرض هنا، يبقى متلازم مع زي ما قال سيادة الرئيس ما فيش مكان للأيدي المرتعشة، يعني اللي يخاف من حاجة مش هينجز حاجة بسرعة، فهنا هو الشجاعة والإقدام مطلوبة. حكومة 7 الصبح هي حكومة إن شاء الله تنيم الناس مرتاحين، صحيح تستيقظ الحكومة مبكرا لكن كمان من المهم أن ينام الناس وهم مرتاحين تماما من المشاكل والأزمات الطاحنة. ده نموذج، واتكلم كمان عن فلسفة الفصل بين البحث العلمي والتعليم العالي، وهو داخل كمان لاحظ الدكتور شريف حماد وجود نجفة مضاءة الصبح، وده الحقيقة ادخل اي مكان حكومي ستجد هذا المشهد، هتلاقي انه الاضاءة في كل مكان واحنا قاعدين ندعو الناس للتوفير، وبالتالي اولى بالحكومة ان تبدأ بنفسها. حينما شاهد النجفة ماذا فعل؟ وبعدين واضح النجفة دي كلها هالوجين، ها؟
افترق صراحة. دي تستهلك طاقة عالية. دي افترق. النجف دي لوحدها افترق بصراحة. اللي هناك لغة بعدية مش كده؟ لا زيها برضو عليك. برضو. ده نموذج هتلاقيه صحيح. الحكومة تستيقظ الساعة أو تكون في مكتبها 7 الصبح لأنها كده هتستيقظ 5 أو 6، لكن ادخل أي مكان حكومي، ادخل أي وزارة، ادخل أي مكان هتلاقي فيه لمبات الكهرباء مضاءة، وبالتالي أنه اللي احنا شفناه ده موقف الوزير موقف يحسب له. أتمنى أنه كل الإضاءة في كل المقرات الحكومية وفي كل الأماكن المتعلقة حتى بالحكومة وبغيرها، حتى لو بالقطاع الخاص، إنه الناس توفر الكهرباء صباحا، لأنه للأسف الشديد المشهد اللي شفناه ده هتلاقوه في كل مكان صباحا. أيضا الوزير وهو داخل وجد الملصقات الدينية المتعلقة بصلي على النبي أو هل صليت على النبي، والتي ناقشناها من قبل وقلنا أنه يعني حتى قلنا أنه يعني لماذا يتعامل معها البعض على أنها حملة عشان يحققوا أهدافهم. جماعة الإخوان تحقق أهدافها بأنه شوفوا الدولة تلاحق صلى على النبي، هو ده اللي كانوا عايزينه، لكن هم لا يهمهم صلى على النبي، لأنهم لو يهمهم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيقتلوا، مش هيجذبوا، مش هيشعلوا الفتن بهذا الشكل. ولكن حتى هذه الشعارات استخدموها علشان يحققوا هدفهم، الحق الدولة تواجه صلى على النبي. كان يمكن أن نتعامل مع هذه الملصقات في إطار الحفاظ على القانون دون أن نقول أن في حملة تتعلق بهذه الملصقات. دخل الوزير أيضا ووجد هذه الملصقات في وزارته. الملاحظة بتاعت اننا دخلنا المكاتب لقينا يعني بعض الشعارات الدينية، ومن ضمنها بعض الملصقات اللي هي انتشرت في الشوارع اخيرا. الحقيقة المكتب ده مكتب حكومي، ده مش مكتب وزير او مكتب موظف، المكتب ده ملك الحكومة. فهنا هوت يعني هذا المكتب له هوية الدولة، فهنا هوت يعني انا مع احترامي الشخصي لاي يعني اي دين لاي حاجه جوه، ده قناعه ذاتيه للواحد يعني، لكن مكتب الواحد اللي هو بيتعامل مع الجماهير وبيتعامل مع زملاء الموظفين يجب ان، وده مبدا احترافي حقيقه موجود في كل الدنيا يعني، انا جاي هنا هوت انجز عمل وحققه بدون اي اظهار لاي ميول عرقيه او دينيه. طبعا ده اللي يؤكد لكم انه الهدف هو ان يضع هذه الملصقات فيدخل الوزير، وبالتالي وزير داخل حكومته يعني لما يلاقي فيه ملصقات في كل مكان، هل صليت على النبي؟ ليه؟ الهدف هو انه الوزير لما يقول شلوة الوزير يلاحق ملصقات صلى على النبي وكأنه ضد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، ده اللي حاططها هو اللي مش مع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو مع هذا الاقتضاء بالرسول نقتضي به، لو هو مع ده يبقى تشتغل والمصريون المسلمون يصلون دون حاجة إلى هذه الملصقات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش محتاجين، مش هنعلمهم دينهم الآن وبهذه الملصقات. فالهدف منها هو اللي يحصل ده، فيحطوها للوزراء وهم داخلين مكاتبهم، يضعوها في كل مكان، وتبقى الصورة العامة اللي بيحاولوا يوصلوها هو إنه الدولة مشغولة بملاحقة الصلاة على النبي، هكذا يقولون وهكذا يدعون،
مع انه زي ما قلت لكم قبل كده انه الاخوان بتوضوا ويصلوا ويصلوا على النبي ويقتلوا ويسفكوا الدماء ويسرقوا ويكذبوا. اللي عاوز يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يقتضي به ويعمل، وانت مش محتاج انك تزايد على اسلام الناس، ومش محتاج انك تفتش في نفوس وفي اعماق الناس، ومش محتاج الى هذه الملصقات، والا يبقى كنا الناس كلها المجتمع كله لم يكن يصلي على النبي طيلة السنوات الماضية ولا طيلة العهود والقرون الماضية.